ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بس أصبح ولي لله له بشرى في الدنيا وله جنة في الآخرة ما في غيرها؟ بل شيخ نايف يحيي الله سبحانه وتعالى حياة طيبة في الدنيا، يحيى حياة طيبة يعني يعيش مستانس مطمئن مرتاح ولو كان ما عنده في جيبه ريال واحد. الله أكبر. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفر وتاب، إيش الثمرة؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. تصدق بعد الآية هذه عرفت ليش التايب يرتاح، ليش التايب ينبسط، ليش الإنسان لما يتغير مع الله ويرجع إلى الله يعيش حياة مطمئنة بعد هذه الآية. وأن استغفروا ربكم، عيدها بالله خلينا نستشعرها. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفر وتاب. يمتعكم متاعا حسنا، لا إله إلا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عذاب عليكم عذاب يوم كبير. طب أحبتي أنا كنت في جلسة زي هذه الجلسة وفرش أحمر زي هذا الفرش، الله أكبر، وسمعت آيات من صوت جميل من أحد القراء قرأ آيات أحبتي في الله لامست حياتي اللي أنا أعيشها. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.